أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ورد في الحديث أن صاحب القرآن يرتقي في الجنة درجات، هل معنى ذلك أن درجات الجنة على عدد آي القرآن، أم أن درجات الجنة 100 درجة؟ الله أعلم. أنا ما أدري عن حديث الذي يرتقي في يقال له اقرأ ورقة في درج الجنة، ما أدري عن حديث هذا، ولكن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. نعم.